الحب هو اللي جمعهم. انا صحابي طبعا لسه بقول لك 25 سنه بلعب الفاير وركس. يمكن كان لي الشرف ان انا لعبت مع كل النجوم اللي انتم شفتوهم في الفرح ونجوم تانيه كتير. انا لما جيت اتجوز عزمتهم وهم جم بكل حب، كانوا مبسوطين وفرحانين بيا وفرحانين ان هم مع بعض، مش اي حاجه مترتبه. كل الحاجات اللي انتم شفتوها دي حاجات كلها جت كده بالصدفه، ده جه فلقى حد بيغني فطلع معايا، يعني مفيش اي حاجه مترتبه. بالعكس لو كانت مترتبه مش هتطلع كده، اكيد لو كانت مترتبه مش هتطلع كده. كل ده حاله حب والصدفه اللي جمعتهم ببعض، فاكيد عشان كده الناس مبسوطه. انا لسه كنت بقول لو كل واحد من الناس دي يشوف كام لي مليون، كام واحد مليون بيحبوه في الوطن العربي، تخيلي بقى لما كلهم اجتمعوا مع بعض. عشان كده يمكن الناس حبت الحاله وفرحت بينا واحتفلت بينا. تامر فاجئني ان هو عمل هو ده الاغنيه اللي عملناها من 13 سنه في نور عيني، وجاب الطرابيش وجاب الحاجات تامر كرييتيف طبعا. وكمان تامر بالنسبه له كان بيقول لي ده فرح ابني، يعني ده فرح ادم، انا مش عارف اعمل ايه فرح ابني بعد كده بعد اللي عملته. بصراحه عمل كل حاجه، عمل فقره الطرابيش. انا عايز اقول لكم كمان، هقول لك على مفاجاه، احنا اساسا الانترنس اللي انتم شفتوه كنا عاملين انترنس تاني انا وتامر، اغنيه مسجلينها انا وهو تامر في الاستوديو عند تامر، وكنا هنعملها يمكن قريب كده هتنزل على السوشيال ميديا، كنت انا وتامر كنا نعملها كانترنس. فتامر يعني مهما قعد اتكلم مش هو فيه حق، ولا هو ولا الناس اللي جت. يعني منير مثلا شاهد على ورجع مشي راح فرح ورجع تاني غنى، وحميد الشاعري راح مكان ورجع تاني. يعني كل الناس بصراحه مهما اقعد اشكر مش قادر اوفيهم حقهم. والله انا اللي بقول ان الناس بتحب عمرو جدا وبتحب تامر جدا، فلما اشوفهم مع بعض بقى في حاله من السعاده. واعتقد ان هو بعد اللي حصل ده هيتجمعوا تاني، لان حاله الحب اللي حصلت في العالم بقى، مش هقول لك في الوطن العربي، لقيت ناس متكلمين من امريكا ومن كندا طبعا عرب يعني وعايشين بره، اما شافوا الحاله دي بقوا مبسوطين انبساط رهيب جدا. فاكيد الناس دي الناس بتحبها في كل حته، فتجمعهم ده ساعد العالم كله. يا رب دايما يتجمعوا على خير كده يا رب وفرح باذن الله.